بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني سعيد جدا بثلاثة نقاط. نشكر دائما لاعبي فريقي اللي قاموا مجهودات كبيرة. أنا معين جدا بأهمية النقاط ضد فريق طالما شكل عقبة أمام الفرق الكبرى. فريق ممتاز، طاقم فني يعني يعطيهم الصحة. صراحة لم نكن جيدين في الشوط الأول، بل كانت هناك لخبطة تكتيكية في الشوط الأول خلتنا نخرج من طريقة لعبنا، والتجأنا إلى لعب عشوائي لا يناسب طريقتنا المعتادة. وأظن هذا سببها مع الأسف صارت إصابة لخالد آية ترخان البارحة في آخر دقيقة في التدريب. ليس غياب لاعب مهم يؤثر بهذا الشكل، لكن كان مؤثر في الجانب التكتيكي، لأنه لاعب تكتيكي من درجة رفيعة جدا، ولم يكن لنا المتسع من الوقت لتغيير الشكل التكتيكي في ظل غيابه إلا نظريا، والنظري لا النظري بوحده ليس له نتيجة، وهو ما أثر جيدا بصفة كبيرة في مستوانا الفني في الشوط الأول. الشوط الثاني تداركنا صراحة هذا الخلل التكتيكي، مع ربما أيضا خروج تحصل المنافس على ورقة حمراء سهلت الأمور، لكن يبقى يعني الاستحقاق لاعبيها استحقاق قائم حتى ولو كان الفريق ب 11 لاعب، وصفقوا وثبتوا أثبتوا هذا. في بعض الأحيان تكون هناك بعض النواقص التكتيكية والصعوبات التكتيكية، ثم يتداركون الموقف في الشوط الثاني. ما ليست هناك أريحية، لأنه أنا متأكد أنه هذه البطولة سوف تكون تنافسية إلى آخر رمق. يعني إحنا نأخذ يعني بمباراة إن شاء الله، كل مباراة نعتبرها نهائي ونجهز لها كأنها نهائي، ثم إن شاء الله في آخر المطاف إن شاء الله ربي يبلغ القصة إن شاء الله. يعني ما زالت البطولة مهما كان الفريق، لو كنا احنا ثانيين وفاتنا منافسنا يعني مش معناتها خلاص هو، ونفس الشيء يعني الفارق بسيط باش نقولوا فهمتني، لا لازم التركيز ورجلين على الارض والتواضع والعمل، واخذ كل مباراه كانها نهائي واعطاء 200%، وشوف توصل ولا ما توصلش ان شاء الله. لا يمكنني ان اعطي لنفسي التغييرات، هي يعني بكل صراحه يعني المجهود ومجهود لاعبين هذا من واجبي باش نصلح خطا ربما انا كنت سبب فيه. فلما نعمل تغييرات مش معنى انا يعني معنى ربما ربي يفتح بصيرتي باش نغير خطا ربما انا وقعت فيه، فهذا هو يعني بصراحه كنت لا اكثر ولا اقل. يعني الفرق اللي تبدا مسجله 2-0 في الشوط الاول تكون دون المستوى، لم اقول لم نكن في دون المستوى المباراه اللي فاتت، قلت ربما بعد تسجيلنا الهدف الاول كان ربما 20 دقيقه لعب عرضي، ويعني عملت يعني اشرت الى ذلك ربما بين الشوطين، لكن في الشوط الاول في مباراه الفارطه كنا لا اظن ان فريقي في الشوط الاول في المباريات لا يكون جيد. لا استذكر المباريات، شوف اللي اغلبيه المباريات كنا جيدين، لكن تصير احيانا اللي الامور ما تمشيش كما انت تتمناها. انا قلت اي ترخان غيابه في اخر لحظه في اخر لحظات التدريب ليله امس اثر على الانسيابيه تلعب للمجموعه، هذا عادي جدا، وهذا هو سبب اللي نظن معناتها ما لقينا صعوبات في الشوط الاول اكثر ولا اقل.